السلام عليكم. أستاذة المادة ناس وليد للغة العربية قسم تقنيات التحضير للدراستين الصباحية والمسائية المرحلة الأولى. معكم المحاضرة الثالثة بعنوان المبتدأ والخبر والنواسخ إن وأخواتها كان وأخواتها. نأتي إلى أولا المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، ومعنى هذا أنه يشترط للمبتدأ ما يأتي أن يكون اسما، وهو أن يكون اسم مفرد صريح، أما مذكر أو مؤنث أو مثنى أو جمع. هنا يكون أو أما مثنى أو جمع، وقد يكون مؤنثا أو مذكرا أيضا. مثال أحمد طالب نجيب، فأحمد هنا جاء مبتدأ اسم صريح. أما النوع الثاني غير مسبوق بعامل لفظي كالأفعال الناسخة والحروف الناسخة اللي راح نتطرق لها في بعد المبتدأ والخبر، أي أنه ما يأتي قبل المبتدأ. إذا جاء قبل المبتدأ الأفعال الناسخة وهي كان أو إحدى أخواتها، أو من الحروف الناسخة إن أو إحدى أخواتها، راح يتجرد من الابتداء، يعني ما راح يكون مبتدأ أو خبر، لا راح يكون اسم اللي كان أو إن، اسم اللي كان أو إحدى أخواتها أو إن أو إحدى أخواتها. هاي بالنسبة للشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون في ترتيب إسنادي، فالمبتدأ مسند إليه، حدث ما أو فعل ما، مثال ذلك محمد مجتهد، محمد مسند إليه، فعل اجتهاد. يعني شنو؟ إحنا بالنسبة للمسند والمسند إليه أخذناه بالمحاضرة الأولى اللي هي من علامات الاسم، علامة اللي هي آخر علامة وهي الإسناد إليه. قلنا إنه إذا جاء الإسناد إليه في الجملة الاسمية اللي متكونة من المبتدأ والخبر، راح يكون المبتدأ هو المسند إليه، وراح يكون الخبر هو المسند. فهنا عندنا مثلا محمد المجتهد، راح يكون محمد المبتدأ واللي هو المسند إليه، مجتهد راح يكون خبر اللي هو المسند. بس احنا هسه هنا تركيزنا على المبتدأ، المبتدأ شنو يجي؟ يجي مسند إليه. زين، هاي بالنسبة للشروط خلصناها. نجي إلى أنواع الأسماء. أولا أسماء صريحة، مثل ما قلنا أسماء صريحة محمد زيد الكتاب، اللي هي قلناها يأتي أما مفرد وأما مثنى أو جمع، وقد يكون مؤنث أو مذكر. ثانيا الأسماء المؤولة أو أيضا لها اسم، اللي هي يكون أما أسماء مؤولة أو هي المصدر المؤول. المصدر المؤول دائما دائما يأتي إن زائد الفعل المضارع، إن زائد الفعل المضارع، أي أنه تم تأويل المصدر المؤول، وهو أي تعريفا، أي أنه تم تأويل الفعل المضارع الذي سبقته إن المصدرية في بداية الجملة، ويكون حرف إن والفعل المضارع الذي لحقه في محل رفع مبتدأ. إذن هنا إذا أجانا المبتدأ من إن زائد الفعل المضارع اللي هو يجينا اسم مؤول أو مصدر مؤول، راح نقول إن زائد الفعل المضارع في محل رفع مبتدأ. وهنا عندنا مثلا، هنا أنا بعطيكم أنا مثال حتى نوضحه أكثر، أن تذاكر خير لك. فهنا من راح أقول لكم بينوا لي المبتدأ ونوعه شنو، راح تقولوا لي أن تذاكر، راح أقول لكم شنو نوعه، راح تقولوا لي اسم مؤول. ليش اسم مؤول؟ شلون عرفنا اسم مؤول؟ لأن جاء من إن زائد الفعل المضارع، فراح يكون إن تذاكر في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. عندنا مثال ثاني، وأن تصوموا خير لكم. أيضا هنا جاء المبتدأ مصدر مؤول من إن زائد الفعل المضارع اللي هو تصوموا، تقديره صيامكم خير لكم، أي هنا راح يكون إن حرف مصدر ناصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تصوم مضارع فعل مضارع منصوب بإن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وبعدين نقول المصدر المؤول من إن والفعل شنو في محل رفع مبتدأ. ننتقل إلى، هاي بالنسبة للمبتدأ. ننتقل إلى الخبر. الخبر تعريفه هو المسند الذي تتم به مع الفائدة مع المبتدأ فائدة. احنا جبنا هنا قبل المبتدأ، المبتدأ يكون مسند إليه، الخبر راح يكون مسند اللي تتم به مع المبتدأ فائدة. من ها
هذا التعريف راح نستنتج أن الخبر لابد أن يتوافر فيه أمران، أولاً أن يكون مسند، اللي هو من تعريفه عرفناه شنو المسند، وقلت لكم أخذناه بالمحاضرة الأولى من علامات الاسم اللي هي الإسناد إليه. قلنا بالنسبة للجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر راح يكون دائماً المبتدأ راح يكون مسند إليه، راح يكون الخبر هو المسند. مثل هنا عندكم مثال محمد قائم، راح يكون محمد المبتدأ هو المسند إليه، راح يكون قائم الخبر هو المسند. ننتقل إلى ثانياً أن تتم به فائدة المبتدأ. طبعاً هاي يعني إحنا إذا جينا إلى المبتدأ بس محمد وبس علي أو فاطمة ما راح نعرف إنه شنو الجملة، راح تكون ناقصة. فإحنا شلون نكمل فائدة المبتدأ؟ نجيب له خبر. فهنا مثلا عندنا محمد راح يكون من راح نجيب له خبر، يكون محمد مجتهد، محمد قائم، محمد نائم، أي بدون الخبر لا تتم فائدة المبتدأ. ننتقل إلى أنواع الخبر. أنواع الخبر ينقسم الخبر على ثلاثة أقسام، اللي هو مفرد، جملة اسمية أو فعلية وهي ما تألفت من مسند ومسند إليه، وشبه جملة وهي ما تألفت من ظرفية زمانية أو مكانية، وجار أو مجرور. زين، ننتقل إلى راح نفصلها نشوف شنو المبتدأ. شنو أقصد عفوا بالنسبة للجملة الاسمية والفعلية، وبالنسبة للظرفية والجار والمجرور. نأتي إلى أنواع الخبر اللي هي أولا الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية المتكونة من فعل وفاعل. الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر، مثلا أخذ لكم مثال، مثلا بالنسبة للاسمية مثلا ناخذ الوطن حقه عظيم. هنا جانا الخبر اللي هو حقه عظيم، جملة اسمية. مثلا مثال ثاني، الفلاحون غرسهم طيب، هنا جانا الخبر غرسهم طيب، جملة اسمية. زين، ناخذ المثال اللي كتبت لكم اياه، الصائمون أولئك الفائزون، هنا جانا الخبر أولئك الفائزون، جملة اسمية أيضا، لأنه أولئك هنا اسم إشارة، فهنا جانا الخبر جملة اسمية. الجملة الفعلية متكونة من فعل وفاعل، مثلا هنا أنا كاتبت لكم الصدق يأتي إلى البر. الصدق مبتدأ، نجي نشوف الخبر شنو، فعل لو اسم، يهدي شنو، فعل مضارع، إذن هو من الجمل الفعلية، إذن هنا الخبر نوع شنو، جملة فعلية. زين، نأخذ لكم مثال ثاني عن الجملة الفعلية، مثلا فاطمة تفوقت في الامتحان. زين، فاطمة مبتدأ، احنا هسه موضوعنا عن الخبر، نجي نشوف الخبر شنو، تفوقت، فإذن هنا تفوقت شنو جاية من فعل، اللي هو فعل ماضي، واللي هو يعتبر من الجملة الفعلية. فهنا الخبر جانا جملة فعلية. زين، مثال ثاني، الحقلان يثمران كل عام. الحقلان هاي مبتدأ، نجي إلى الخبر يثمران، هنا يثمر يعني شنو، يعني فعل، يعني شنو، يعني جانا الخبر جملة فعلية. زين، هاي بالنسبة للإسمية والفعلية، النوع الثاني من أنواع الخبر. زين، ننتقل إلى الخبر شبه جملة. هنا الخبر شبه جملة راح يكون قسمين، راح يكون الشبه جملة تتكون من مو بس جار ومجرور، لا، هنا جار ومجرور وظرف زمان ومكان، جار ومجرور وظرف زمان ومكان. بالنسبة إلى الجار والمجرور اللي هو عندكم الجار والمجرور نعرفه من أحد حروف الجر. بالنسبة لظرف الزمان والمكان، ظرف الزمان والمكان لازم تعرفون شنو ظرف زمان وشنو ظرف مكان. ظرف زمان يأتي بأحد الأحرف اللي هي قبله، ظرف الزمان أقصد العفو، المكان قبله، فوقه، تحته، أي شيء يدل على المكان فهذا ظرف مكان، أي شيء يدل على الزمان فهو ظرف زمان. ظرف الزمان اللي يدل على صباح، ظهر، مساء، ساعة،
سنة، يوم، هاي يعتبر ظرف زمان، يعني هذا يعتبر ظرفية زمانية، واللي يدل على المكان اللي هي فوق، تحت، أمام، خلف، أي شيء يدل على المكان، فهذا ظرف مكان. فإذا أنا قلت لكم مثلا، أجيب لكم جملة أقول لكم بينولي هاي شنو نوعها، زين، إذا جبت لكم الجندي كالأسد، هنا كالأسد اللي هو خبر، زين شنو نوعه؟ راح تقولوا لي شبه جملة. شلون عرفنا شبه جملة؟ يعني هنا الجندي كالأسد هي الأسد مسبوق بحرف الجر الكاف، فإذا هنا نوعه شبه جملة جار ومجرور. لازم تكتبوا لي شبه جملة جار ومجرور، ما أقبل تكتبوا لي بس شبه جملة، لأن هنا شبه جملة من قسم القسم من ظرف زمان ومكان وجار ومجرور، فلازم تكتبوا لي شبه جملة بين قوسين جار ومجرور. زين، إذا جبت لكم مثال ثاني، الأسماك تحت الماء، ناش قلنا إحنا ذيك لسه تحته، تحته تعتبر ظرف مكان، هنا مو جار ومجرور، لا ظرف مكان، تحته ظرف مكان، عندكم قبله ظرف زمان، عندكم ظرف المكان اللي هو تحته، حوله، فوقه، هاي ظرف مكان. وظرف الزمان أي شيء يدل على الزمان، قلت لكم يوم، سنة، ساعة، صباح، ظهر، مساء، هاي يدل على الزمان. بس أنتوا أهم شيء من راح أقول لكم بينوا لي نوع الخبر، وإذا شفتوا نوع الخبر شبه جملة لازم تكتبوا لي شبه جملة بين قوسين هذا مثلا ظرف زمان، بين قوسين ظرف مكان، بين قوسين جار ومجرور، مو بس تكتبوا لي شبه جملة، لأن هنا أنا منقسمين ظرفية وجار ومجرور. بالنسبة للجار والمجرور هذا سهل، مثلا كتابة في الحقيبة، هنا في الحقيبة، فراح تكون في الحقيبة هنا جار ومجرور، لأن شنو؟ لأن مسبوق بحرف جر. زين، هنا أنا الطواف حول الكعبة، راح نشوف هنا أنا مسبوق شنو؟ حوله. هنا جاينا الخبر حول الكعبة، فإذا هنا أنا شبه جملة ظرفية مكانية. بالنسبة لظرف الزمان مثل ما قلت لكم يوم، إذا شفتوا يوم، سنة، ساعة، هاي يعني شنو؟ هاي يدل على الزمان، الحج يوم عرفة. بعدين هنا أنا يوم جانا ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر، وعرفة راح يكون مضاف إليه، فإذا هنا أنا نوع الخبر راح يكون ظرفية زمانية. زين، ننتقل، هذا بالنسبة للخبر شبه جملة. ننتقل إلى، كملنا من المبتدأ والخبر وشروطهن وأنواعهن، ننتقل إلى النواسخ كان وأخواتها وإنا وأخواتها. أولا راح نشوف كان وأخواتها. بالنسبة أولا كان وأخواتها يعد باب كان وأخواتها من أول أبواب نواسخ الابتداء والخبر، فإذا دخلت كان أو إحدى أخواتها على الجملة إيش راح تكون؟ راح يكون الأول اسما لها مرفوعا، وراح يكون الثاني خبرا لها منصوبا. زين، شنو أفعال كان وأخواتها؟ أو هي كان شنو منو أخواتها؟ لازم نعرفهن، واللي هي أفعال أفعال الناسخة. طبعا بالنسبة كان وأخواتها تكون أفعال ناسخة، إن وأخواتها راح تكون حروف ناسخة. زين، نجي للأفعال الناسخة. بالنسبة للأفعال الناسخة لازم تحفظوهم، وتحفظون كل فعل ناسخ شنو يفيد مع مثال لكل فعل. أنا كاتبت لكم هنا بالنسبة للأفعال الناسخة راح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نشوف أولا ما يعمل بدون قيد أو شرط. يعني شنو ما يعمل بدون قيد أو شرط؟ يعني ما راح يكون بدون شروط، يعني ما راح يدخل عليه أي حرف أي فعل، راح يكون هو بس هو وحده الفعل زائد من الاسم زائد من الخبر. هاي يعني ما يعمل بدون قيد أو شرط. فقط ثمانية أفعال تعمل بدون شرط، اللي هي كان يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي نحو قوله تعالى وكان ربك قديرا. ثانيا أمسى، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء نحو أمسى الجو باردا. أصبح، يفيد الوقت بالصباح العفو، يعني أصبح العابد مصليا. أضحى بالضحى، يعني مثال أضحى السوق مفتوحا. ظل بالنهار، هنا ظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع أوقات النهار. أضحى بس بالضحى، وأصبح بس بالصباح، وأمسى فقط بالمساء، بينما ظل في جميع أوقات النهار. نحو ظل الجو
بارد حارا. بات فقط بالليل اللي هو بات الجندي ساهرا. صار تفيد التحوي مثل صار العنب زبيبا أو صار الثلج ماء، ليس تفيد النفي، تنفي الخبر عن الاسم نحو ليس الولد مجدا. وطبعا مو بس تتقيدون بهاي الأمثلة، عندكم كوم أمثلة، كوم أمثلة موجودة عند كان وأخواتها، حفظوا حتى لو مثالين ثلاثة، وأهم شيء تحفظون كل فعل وشي فيه. زين، هذا بالنسبة للنوع الأول. بالنسبة للنوع الثاني، النوع الثاني يعمل بشرط. إحنا النوع الأول قلنا ثمانية أفعال لا تعمل بشرط، هنا النوع الثاني لا، يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء. راح نقول هنا ما يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء. طبعا هاي بالنسبة لهاي الأفعال الأربعة اللي هي زال، برح، فتأ، انفك. بالنسبة لهاي الأفعال الأربعة إذا دخل عليها نفي أو دخل عليها نهي أو دخل عليها دعاء، النفي اللي هو يتضمن النفي يتقدمها يعني ما لا لن. هاي بالنسبة للنفي، ما لا لن، تتقدم أحد هاي الأحرف اللي تدل على النفي، ما ولا ولن. اللي يدل على النهي أو الدعاء لا، فقط لا. بالنسبة هنا هاي الأفعال إذا دخل عليها نفي أو نهي أو دعاء، راح نشوف إنه الفعل ما راح يظل مثله. مثلا هنا زال إذا دخلنا عليه لا ناهية، مثلا يقول لكم أجيب لكم جملة وأقول لكم دخلوا عليها لا ناهية، إحنا زالة ما راح تظل زالة بالفعل الماضي، لا، إذا دخلت عليها لا ناهية إحنا راح تجزم الفعل المضارع. راح شنو راح تجزم الفعل؟ طبعا إحنا لا ناهية تدخل فقط على الفعل المضارع، يعني إحنا زالة بالفعل الماضي ترجعوها للفعل المضارع وراح تدخلون عليها لا ناهية، والنوب شنو تجزموها، يعني ما راح يبقى هنا الفعل وحده، لا، راح يتحول لأن إنت هنا دخلت عليها لا ناهية اللي تجزم الفعل المضارع. يعني طبعا ما تدخل على الفعل الماضي، هو صح هنا زالة وبرحة وفتأة وانفكة تدل على الماضي، بس إذا دخلت عليها لا ناهية، طبعا هاي بالنسبة بس لا ناهية، بس لا ناهية تجزم. بس بالنسبة ما النفي، بالنسبة للنفي اللي عندكم ما ولا ولن، النفي لا، ما ما تلعبون بالشيء، ما تغيرون شيء بالفعل المضارع، لا، يبقى نفسه فعل ماضي. بالنسبة للنفي، النفي يبقى نفسه فعل ماضي، ما يتحول، لا يتحول مضارع ولا لا ولا راح يجزم، راح يبقى نفسه فعل ماضي. فإذا هنا النفي ما ولا ولن إذا دخلت على فعل زال وبرح وفتأ وانفك راح يبقى نفس الفعل، راح يبقى فعل ناسخ، يرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له. هاي بالنسبة للنفي. النهي إذا دخلت، إحنا قلنا النهي والدعاء فقط لا، فقط تدخل لا على الفعل. النهي قلت لكم إذا دخلت لا الناهية على الفعل زال برح فتأ انفك، هنا راح تحول لنا يا من ماضي، تحول لنا يا إلى مضارع، ومو بس هيك، مو بس تحول لنا يا إلى مضارع، لا، والجزمة تجزم الفعل المضارع. فمثلا هنا عندكم أنا كاتبت لكم لا تزل ذاكر الموت، هنا تزل منين جايتنا؟ من زالة، حولناها إلى مضارع زائدا جزمة الفعل المضارع، يعني هنا لا ناهية جازمة، تزل فعل مضارع مبسوم علامة جزمه السكون، اسم كان ضمير مستتر، هنا راح يكون وجوبا تقديره أنت، لا تزل أنت ذاكر الموت، ذاكر الموت راح تكون هنا في محل رفع، في محل أقصد العفو، في محل نصب، في محل نصب خبر تزل. هاي النهي. الدعاء مثل النفي، الدعاء مثل النفي، ما يتغير، ما تتغير حالة الفعل الماضي، يبقى نفسه. فهنا لا الدعاء، الدعائية دخلت على برحة اللي هو فعل ماضي، ما غيرت النية، بقت لا دعائية، بقى برح فعل ماضي، يرفع الأول اسم له وينصب الثاني خبرا له، وراح يكون المطر اسمها مرفوع ومنها لأن خبرها منصوب. هذا بالنسبة للشرط الثاني.
شوي ينتبهوا عليه. الشرط الثالث ما يحمل بشرط أن تتقدمه مع المصدرية الظرفية وهو دامه. هنا بالنسبة للفعل الناسخ دامه ما يجي وحده، لازم يحمل بشرط لازم تتقدمه مع المصدرية الظرفية، لازم. إذا قلت لكم يا هو الفعل الناسخ اللي تتقدمه مع المصدرية الظرفية راح تقولوا لي دامه، ومعنى المصدرية أنه تقدر بالمصدر وهو الدوام والظرفية لنيابتها عن الظرف وهو مدة، ومثالها قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فإذا إحنا إن الفعل دامه يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له، فإذا إحنا لابد أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، والمقصود بما المصدرية الظرفية أي التي تؤول وتسبق مع الفعل بعدها بمصدر وظرف معا. الفعل دامه حتى يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له لابد أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية أي التي تؤول مع الفعل بعدها بمصدر وظرف معا. مثلا هنا أني مطيتكم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فإذا هنا ما دمت حيا هنا دامه دخلت عليه شنو؟ ما المصدرية الظرفية، فراح يكون ما مصدرية ظرفية دمت هنا راح يصير دمت، هي هنا جايتنا من فعل ماضي ناقص، والتاء هنا تاء الفاعل، هنا راح تكون تاء الفاعل هي اسم دامة، وحيا هي خبرها منصوب بالفتحة والتقدير مدة دوامي حيا. هاي بالنسبة لتتقدمه ما المصدرية الظرفية. لازم يأتي قبل دامة ما مصدرية ظرفية. هاي بالنسبة لما المصدرية الظرفية اللي تدخل فقط على دامة، فقط على دامة. زين، النواسخ إن وأخواتها. النوع الثاني من نواسخ الابتداء هي إن وأخواتها. إن وأخواتها هنا تعمل عكس كان وأخواتها، تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها، وهنا ستة أحرف موجودة: إن وأن، لكن، كأن، ليت، لعل. تحفظون كل واحدة شنو تفيد أو شنو معناها، مثل كان وأخواتها تحفظون هاي الستة أحرف كل واحدة شنو معناتها زائدا مثال إلها، وتنصب الأول وترفع الثاني. زين، نجي هنا ما الحرفية الزائدة إذا اتصلت نجي نشوف ما الحرفية الزائدة إذا اتصلت بهذه الحروف إيش راح تسوينا. ما الحرفية الزائدة هنا عندنا ما الحرفية الزائدة إذا دخلت على إن وأخواتها راح تبطل عملهم. يعني شنو تبطل عملهم؟ احنا اللي نعرفه انه واخواتها تنصب الاول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. زين، اذا دخلت ما على ان واخواتها مثلا انما المؤمنون، او مثلا هنا مثالكم مثال بسم الله الرحمن الرحيم قل انما يوحي الي انما الهكم اله واحد، فهنا إن اتصلت بها شنو؟ ما الحرفية الزائدة. إذا اتصلت ما الحرفية الزائدة بإن أو إحدى أخواتها شنو إيش راح يكون؟ راح تبطل عمل إن بنصب الأول اسم لها ورفع الثاني خبرا لها. هنا راح ترجع لنا راح تكون راح ترجع إلى أصل الجملة اللي هي متكونة من مبتدأ وفعل فقط. يعني شنو؟ يعني هنا راح تكون إنه مكفوفة أبطلت ما عملها، أي هنا نحن إنه ما راح تعرب حرف ناسخ يرفع الأول اسما لها وينصب الثاني خبرا لها، لا، إذا دخلت عليها ما راح تكون هنا إنه مكفوفة أو أن مكفوفة لا عمل لها، راح تكون ما كافة اللي هي الما الزائدة هنا اللي إحنا هي حجينا عليها ما الحرفية الزائدة. هنا راح يكون إلهكم إنما إلهكم إله واحد. إن قلنا هنا راح تكون لا عمل لها لأن اتصلت بها ما الزائدة، راح يكون هنا إلهكم راح يصير إله مبتدأ مرفوع بالضمة، وراح يكون
الكاف في محل جر بالإضافة، وإله راح يكون خبر مرفوع، أي خبر مرفوع بالضمة، وواحد صفة نعت مرفوع بالضمة. يعني هسه أنا راح أفهم لكم إياها. إذا اتصلت مع الحرفية الزائدة بإن أو إحدى أخواتها، إيش راح تسوين؟ راح تلغي عمل إن وأخواتها، يعني ما راح ترسب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. لا، إذا شفنا إن دخلت على أو العفو، إذا شفنا ما دخلت على إن أو إحدى أخواتها، راح ترجعين الجملة إلى مبتدأ أو خبر فقط، لأن هنا راح تكون إن وأخواتها لا عمل لها. إذا اتصلت معها ما الزائدة، كفت إن عن العمل، راح تكف إن عن العمل، أي ما راح يكون بعد إن اسم إلها منصوب والثاني خبرها مرفوع. لا، راح ترجع لنا الجملة إلى مبتدأ وخبر كما في السابق. هاي إذا اتصلت بها مع الحرفية الزائدة. هاي بالنسبة للمحاضرة اليوم، إن شاء الله أكون وضحت لكم إياها. واللي عنده أي سؤال باكر موجودة بالميتينج في الأوقات الموجودة عندكم بالجدول، واللي عنده أي سؤال باكر يسألني وأنا موجودة.